19 مدرب. إذن اندفاع موفق سيداتي أنستي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف. اندفاع موفق لجميع الجهات عدا حضور الذي بدأ متأخرا في هذا الشوط. الانتاج المحلي التكافؤ من 55 حتى 70 تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة 8-4. قيمة الجائزة 70,000 ريال، 18 اسما تسعى لتحسين تصنيفها من خلال هذا الشوط. يتقدمهم هنا بشعار اسطبل الابهر ساط المحمدي في المطاردة من انتفاع في ثاني المراتب. سنة نورة في المرتبة الثالثة، نيازي وفوز العطا في المرتبة الرابعة والخامسة، هنالك رولان في سادس المراتب، وكذلك جماح المحمدية في المرتبة السابعة، المتن في ثامن المراتب. هنا يتقدم بشعار اسطبل الابهر ساط المحمدية، القدوم من قبل انتفاع وكذلك فوز العطاء. رولان قادم من المسار الخارجي الآن في المرتبة الأولى، يتقدم المتم من خلال من خلفهم يطارد هنا الآن، وكذلك الحضور لحضوري في مرتبة متقدمة. فوز العطاء يتقدم الآن في المرتبة الأولى، رولان قادم من أول حضور لهذه الأسماء في هذا الموسم، كذلك الحضور هنا لنجمة الشيب قادمة من المسار الخارجي. توفر لونج الفاصلة وصراع البحث عن تعزيز الانتصارات وتحسين التصنيف. هنا رولان قام بالتبديل، فوز العطا بفارق نصف طول عن رولان، تتقدم فوز العطا، القدوم من قبل مبروك كنجد وكذلك الدفاع وايضا الحضور لنبع السعد. فوز العطا يحافظ، رولان ينقض، مبروك نجد بالدخول الامتار الاخيره القادمه. هنا رولان، فوز العطا تحافظ، مبروك نجد على خط النهايه تسجل هذا الانتصار. ولدن ألف مبروك، انتصار أكثر من رائع. ابنة كونا ميرا بشعار الملك حمد محمد صالح أبو عواء الذي يسجل ربما انتصار جديد في سجله السباقي، وانتصار جديد لهذا الشعار، أحد الشعارات الجديدة.